اهلا وسهلا بكم في مطبخ أمولة للكيتو واللو كارب والكلف الصحي. يلا نشوفوا طريقة تحضير الكيك بالشمر واليانسون وزيت الزيتون من الكيكات الجميلة في فصل الخريف، وكانوا أكيد تعرفوها كلكم، كان جديداتنا يسووا فيها واجد في فصل الخريف من الكيكات اللي نحبها ونحب طعمها مع الشاهي. فنشوفوا طريقة تحضيرها. حطيت 4 بيضات معهم رشة ملح، نضرب فقط البيض، اعطاني خليط كثيف واعطاني اللون الابيض. فشو بنضيف توا؟ بنضيف 1/4 كوب سكر كيتوني، 1/4 كوب. أنا قلت بنديرها بطعم الشمر واليانسون، الشمر واليانسون يمشي معها زيت الزيتون، يحس فيها بصراحة كيكة جميلة بزيت الزيتون والشمر واليانسون. نحط 1/4 كوب زيت زيتون، بصراحة طعم لذيذ ومش حيطلع فيها طعم لا زيت لا شيء، بس طعم راقي يطلع فيها. وعندي بودر، هذا اختياري، شمر ويانسون 1/4 ملعقة شمر وينسون اختياري بودر، لان بنحط بدور الشمر والينسون، مصحح يعني بدور مش مطحونة. وين خلط هذه الخلطة، خلطناها. عندي ملعقة بيكنج بودر، ملعقة شاي بيكنج بودر، وعندي سنة صغيرة أو رشة من بيكربونات صوديوم، ما نكتروش. وعندي بيمسك الكيك، مش هنحط له وي بروتين لا الأروروت، لأن يجيني تعليقات يقولوا مش موجود في البلاد اللي قاعدين فيها، فأنا قلت سبق نحط فيهم لأنه يساعد على التماسك وعلى قوام عالي، وفي البسكت يعطينا قرمشة. فبصراحة من المحسنات في الكيكات وفي الحلويات في الكيتو. لكن شو بنحط هنا؟ بنحط في بكانة الصمغ العربي، أكيد موجود الصمغ العربي، أكيد موجود في كل بيت. حنحط فيه ملعقة أكل معبية صمغ عربي، هي اللي حتعطي إلها شاشة وتخلي القوام مرتفع. يعني لو نديرها بدقيق اللوز فقط اكيد تعرفوا ان القوام حيكون نازل، واكيد حتعرفوا انها تكون محتفظه بالزيوت نتاعها، يعني نبي شيء يمسكها ويمص الزيوت ومنها فايده. نضربها في الخلاط. حس في تغير في خليط البيض، قعد لزج، هذا سبب الصمغ العربي. نحطوا البذور الشمر واليانسون ملعقة صغيرة حسب النكهة اللي تحبوها. وين نخلط؟ ريحة من توا بتطلع ريحة حلوة، ريحة الشمر واليانسون. وعندي كوب دقيق اللوز، بس انا مش نحطه كله، بنحط بشوية بشوية، انا قلت على حسب حجم البيض، فهذا السبب نحط شوية شوية ونشوف لين يطلع لي خليط الكيك. اكيد تعرفوا كيف يكون خليط الكيك. وين خلط؟ من الكيكات اللي جميلة في فترة في فصل الخريف والشتاء بصراحة. حس فيها بدت تتكاتف. وشغلنا الفرن 180 درجة، الكيكة هذه تقعد بين 15 دقيقة أو 20 دقيقة. نحط عقاب الكوب، يعني كوب لوز، ونشوف يمكن تبي أكتر. هذه تمام، كوب لوز أعطاني خليط الكيك اللي نعرفه. أكيد تعرفوا كيف خليط الكيك يكون، بس نخلطه كويسة. عندي قالب الخبز، نحطه في قالب، أي قالب تحبوه، أنا نبي قالب مرتفع. نقول بسم الله ونحط الخليط. شفتوا الخليط لزج، يكون خليط كيك. هذه الكيك بصراحة أعطاني خليط مرتفع وعالي شوية. نشوف هو كيف نحطوها في الفرن، وخلوها بين 15 دقيقة و20 دقيقة ونشوف. الشمر واليانسون بزيت الزيتون،
طلعناها من الفرن ارتفعت، بس لاحظت من هنا نزلت. طبعا عارفين ليش، لان هي من دقيق اللوز وبها ملعقة الصمغ العربي اللي بيمسكها. نخلوها تبرد ونشوفوها من جوا كيف شكلها. خليت الكيكة بردت، صراحة ما زالت هي نزلت من هنا لكن من الجوانب مرتفعة. هي بردت، نقدر نحطوها، هي اوريدي انفكت بروحها لان انا كنت دهنة القارب. اقول بسم الله، شوفوها من تحت، هذا القالب اللي كانت فيه، حول الورق اللي عليها، بس هي بصراحة مرتفعة. شوف ارتفاعها ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. هي صح من فوق كانت نازلة، لكن من تحت القالب مرتفع، بنخليه على الجهة هذه. بصراحة روعة، جميلة بصراحة. نقصوها من جوا، نقولوا بسم الله ونقصها. رائعة بصراحة، ما شاء الله حلوة. شوفوا كيف من هنا كيف أعطتني اللون الجميل، وهذا كيف الثقوب الكيك. نشوفوها من جوا، هذه هي الكيكة، وإن شاء الله صحة وهنا مع كيكة الشمر واليانسون اللذيذة والناشفة.